السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا نعم عم الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. ينفع أسأل 3 أسئلة؟ ينفع إن شاء الله. طيب، أرسلت لحضرتك رسالة الصبح إن هو راجل توفي وترك 4 أولاد وبنتين، وكان أوصى بنته الكبرى إن زوجة أحد أبنائه البنين تأخذ مثل البنات. حضرتك قلت لي الوصية لا تعتبر، بس كنت عايز أسمع الدليل. طبعا أولا أنت تقول أوصاها سرا، والكلام هل إخوانها مقرون بذلك؟ هل عموم الورثة يقرون بذلك؟ اللي يوافق هو اللي يتخصم من فلوسه، لكن غير موافق يأخذ حقه كاملا مستوفى. السلام عليكم.